وتقابل ضرباتها، تقابل من جهات عربية، قد يكون من دول عربية، تقابل ضربات إسرائيل الموجعة، وتقابل ضرباتها الموجعة لبعض البلاد الإسلامية مثل غزة وغيرها بفرحة ظاهرة أو مكتومة من بعض أوساط الأمة. الموت إسرائيل! الموت إسرائيل! الموت إسرائيل! الموت إسرائيل! هذا الوضع هل هو من تخطيط صديق لدول عربية كثيرة من خارج الأمة؟ أو من تخطيط جهة أو أكثر من الداخل؟ أو من تخطيط مشترك؟ أيا كان، فيا إسرائيل خلالك الجو تبيضي واصفري، ولتذهب غزة، وليذهب القدس، ولتذهب فلسطين كلها، والعرب لا هون بنزاعاتهم ومؤامراتهم البينية وحروبهم. شكرا أيها الشعب العزيز من سنة وشيعة، شكرا لوعيكم ويقظتكم، شكرا لرعايتكم حرمة الإنسان المسلم وعدم استباحة حرمه أو عدم استباحة حرمته من غير حق. شكرا لعدم انجراركم لما يريده لكم إعلام الفتنة مرئية ومسموعة، مرئية كانت أو مسموعة ومقروءة، ومقالاته، وعدم تأثركم وانجراركم لمقالات هذا الإعلام وخطبه وبياناته وشعره وصوره وشتمه وسبابه وأباطيله وأراجيفه. إعلام لا يرتاح حتى تقتتلوا، وحتى يدخل الرعب والفزع في كل دار من دوركم وكل حجرة وغرفة، حتى تسيل الدماء الغزيرة منكم جميعا، وتبقى بينكم روح العداوة مئات السنين، لتكون رصيدا بيد السياسة الظالمة تستفيد منها في أي وقت قررت ذلك، وقنبلة جاهزة لتفجيرها متى ترى، وضمانة لاستمرارها في الاستبداد. كنتم أوعى من السياسة فلم تستجيبوا لها، فابقوا على وعيكم وازدادوا وعيا ويقظة، لأن أساليب المكر والخداع وإثارة الفتن لا تكاد تنتهي عند حد، عند من يريد الفتن، والسياسات الظالمة لا تقف عن سيء مقيت ولا تتورع عن باطل. وليعلم الأخوة السنة أن واعيا من الشيعة ومتدينيهم لا يحمل أي حقد لإخوانه السنة، ولا يحملهم ذنب السلطة الظالمة لهم المميزة تمييزا ضارا بهم. وإذا كانت القمة العربية تدين الإرهاب فلا بد أنها تدين التكفير الذي يمثل المنبع الأظهر للإرهاب، والمغذية الدائم لاستمراره، والوقود الأشد لإشعال ناره وامتدادها في كل الاتجاهات وعلى مستوى الأمة بكاملها. ونرجو أن تكون الإدانة والتبرؤ من الإرهاب ودعوات التكفير وفتاواه السوداء صادقة، والموقف العملي من الإرهاب والتكفير محله ليس القول وإنما العمل. ثم إن القمة العربية حتى تصدق القول وتصدق
في إدانتها للإرهاب عليها فعلا ومن خلال إعلامها وسياستها العملية أن تدين إرهاب أي دولة من دولها ضد شعبها، وأن تساند أي شعب من شعوب الأمة بلا تمييز عندما يتعرض لممارسة دولته الإرهاب الظالم في حقه، وتنزل بأبنائه أشد العقوبات وعنوان التنكيل لمجرد مطالبته بحقوقه المسلوبة منه على يدها. ومن دون ذلك لا تكون الكلمة العربية الصادقة فيما تقول ولا مصدقة.